طبعا الان احنا في الجهه الشماليه، هذا فندق دار التقوى. يعني انا جيت هنا عشان اوريكم اياه لانه خلاص معروف جدا. ففندق دار التقوى عندنا فندق دلة الطيبة، هذا الصف الثاني. الصف الثالث هو هذه الفنادق، وهذه الفنادق انا اظني صورتها من قبل، فندق سنابل المدينة، وهناك عندنا صفوة المدينة. فالفندق هناك فندق صفوة المدينة هذا اللي حنزوره. انا صورت الان في داخل الفندق، فحتشوفوا الان المقاطع، حتشوفوا الغرف اللي موجودة عندهم. طبعا فندق صفوة المدينة تابع له فندق ابراج طابة اللي هو في الجهات اللي جنب انوار المدينة موفنبيك هناك، وايضا تابع له فندق اسمه درة المدينة ايضا اظنه في هذه الجهات. كلها فنادق تقريبا اقتصادية. تمام، فالان حندخل او يعني حننزل لكم المقاطع اللي صورناها في هذا الفندق. حصلنا سويت نظام ثلاث غرف سعره 900 ريال في 9 أسرة، يعني إذا في عائلة مكونة من 9 أشخاص أتوقع السويت هذا حيكون يعني طيب بالنسبة لكم. وفي عندهم الغرف سعر الغرفة الواحدة اللي هي الثلاثية الرباعية الخماسية عندهم كلها السعر واحد، فعندهم السعر 350 ريال، أيضا يعني سعر أشوف مناسب. لو أخذتوا غرفة خماسية لو كنتوا 5 أشخاص فلو قسمتوه على 350 حيطلع معكم تقريبا أقل من 100 ريال، فأشوف أنه سعره مناسب وقربه من المسجد النبوي الشريف يعني مناسب جدا. شوفوا المسجد النبوي الشريف، تشوفوا الآن احنا الآن مثل ما ذكرنا لكم في الصف الثالث، هذا الصف الثالث. حتشوف الفندق الأول فندق جولدن توليب، اللي وراه فندق الفيروز، طبعا كلهم ملاصقين لبعض، فلذلك دائما احنا نحسب انه العمارة الواحدة هذه كلها صف واحد. الصف الثاني يجينا فندقين ايضا اللي في الامام، هذا فندق الساحة واللي امامه فندق جراند بلازا زي ما شايفين. يعني فندق الساحة اخذ الجزئية اللي هي هذه الجزئية اللي في الزاوية، اما جراند بلازا اخذ الجزئية هذه والجزئية اللي في الامام كلها. فهذا هو الفندق، حندخل ونصور لكم بإذن الله، خلوكم معنا. صفوة المدينة، رايحين نشوف أحد الغرف إن شاء الله. هذا كم سرير هذا؟ هذا سويت، هذا نظام السويت. بسم الله نشوف نظام السويت تبعهم. وين الإضاءات؟ بسم الله يا سلام. هذه الغرفة غرفة صغيرة يعني. هذه الكاميرا الواسعة، هذا غرفة لوحده ولا كله هذا سوا؟ كله ايوه، هذا 9 سرير ترى غرفة 2 حمام. ايوه تمام، يعني هيك الشغل معقول يعني صح. بسم الله، سرير مزدوج هنا ما في يعني، ما ازدواجيات، ما في، غرفة صغيرة يعني. في شاي في هذه، طبعا اكيد حيكون في براد اي ثلاجه. وهذه الغرفه الثالثه، تمام، دوره مياه، في دورتين مياه. ايوه بطبيعه الحال مروش. دقيقه بس هذا خليه شغال شوي بس عشان بسوي صوره، بس فيديو صوره عادي. هذا دوره مياه رقم 2، يعني ماشي حاله. وهاي الفندق من برا، بسم الله خلينا كده نعمل تصوير للتيك توك كمان. يلا حنشوف هذه الغرفة، عبارة عن 5 أسرة وسعرها يعني شوفوا جدا معقول. 5 أسرة يعني 5 أشخاص. بعض الناس يعلق يقول هذه للشخص الواحد الأسعار، يعني ما أقول الأسعار، السعر هذه سعرها ب350 ريال في اليوم. تمام، فيعني ممكن لو جاء 5 حيتقاسم المبلغ حيطلع عليهم سعر بسيط يعني أقل من 100 ريال على الشخص الواحد، فجيدة تعتبر، سعرها طيب. دورة مياه ما شاء الله. المروش هنا مكان مروش صغير، يعني شيء يمشي الحال. هذا فندق 3 نجوم، 3 نجمة هذا.
خلاص. سعر السويت 900 ريال تقريبا، يعني حيوقف عليكم الغرفة واحدة ب 300 ريال. هذه السويت هذا اللي عندهم ينفع للعائلة. الباب مفتوح. لسه ما وصلنا. يعني أنا أشوفه مقبول يعني نوعا ما. هذه منطقة الاستقبال ما شاء الله. منطقة الريسبشن. وهذه عندنا المصاعد، ثلاث مصاعد موجودة. طيب حنطلع عشان نوريكم موقع الفندق وقربه وبعده عن المسجد النبوي الشريف. هنا في كافيتيريا ما شاء الله، جميل ما شاء الله. السلام عليكم يا مدير. طلعنا كذا، شوفوا الآن المسجد النبوي الشريف، حتشوفوا يعني قريب ما شاء الله، وقريب على مصليات النساء. شايفين عند باب رقم 338، يعني يعتبر هو في الصف الثالث. فشوفوا خيار مناسب، سعر مناسب. طبعا هو الفندق يعني ثلاث نجوم، فبالتالي يعني لا تدور على موضوع يعني رفاهية زائدة، لكن ميزته القرب من المسجد النبوي والقرب من مصليات النساء. فندق صفوة المدينة، شايفين اللي بجواره سنابل المدينة كلها. ترى هذه الفندقين أنا صورتها من قبل وذكرت أنه يعني أسعارها تعتبر جدا مقبولة مقارنة بالفنادق اللي هي حولها، وأيضا يعني نزولا إلى أنه المكان قريب على مصلى النساء، اللي دائما الناس يسألوا يدوروا على أماكن قريبة على مصليات نساء، بحكم أنه دائما لما يجوا الأهالي يكون متعبين أو كذا. فهذا هو الفندق. أسأل الله التوفيق للجميع. يلا هذه المناطق المحيطة، سوينا تغطية في محيط هذا الفندقين، هذه فندق الساحة وفندق جراند بلازا، كلها سوينا لها تغطية. ادخلوا على التغطية وشوفوها في قناتنا، ونسأل الله التوفيق للجميع. بالنسبة للفندق زي ما شايفين، أنا جاي الآن بدخل إلى المسجد النبوي الشريف، جاي من الفندق، فالفندق الآن هو خلفي عند باب رقم زي ما شايفين رقم 338 هذا الخارجي. أما الداخلي فحيكون رقمه 25 اللي هو مدخل مصليات النساء. أمامنا مباشرة هذا المدخل اللي تشوفوه اللي في الداخل، مدخل إلى منطقة مصليات النساء. وين الفندق؟ هذا هو زي ما شايفين موجود، حتى الاسم واضح معنا من هنا، فندق صفوة المدينة. تمام، فالفندق هذا موقعه وهذا قربه وبعده عن المسجد النبوي الشريف، وهذه المنطقة اللي حوله ما شاء الله. وهذه أجواءنا الآن. الأيام هذه الأجواء ما شاء الله بدأت تتحسن في المدينة، خصوصا الفترات المسائية ما شاء الله الأجواء يعني نوعا ما طيبة، والقادم حيكون أجمل إن شاء الله. في انحسار لدرجات الحرارة، حتكون أقل من 40 في قادم الأيام، في قادم الأسابيع، وإن شاء الله مقبلين على فصل الشتاء بإذن الله قريبا. طبعا نحن الآن في فصل الخريف ومقبلين على فصل الشتاء، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يعطي كل واحد منا مسألته، وأن يرزق الجميع زيارة هذه الرحاب الطيبة المباركة قريبا عاجلا. والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، يا سلام يا سلام على الأجواء. شوفوا الأجواء، هذه هي أجواءنا مع الرذاذ. الدنيا جميلة ما شاء الله. يا سلام.